আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত বিয়ারা হাজিরিন, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব হিসনুল হাসিন কিতাবের 364 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কালিমা। এই কালিমাগুলো যদি কেউ শুনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দোয়া কবুল করেন, সে মুস্তাজাব দাওয়া হয়, 3 থেকে 5 বার শুনলেই হয়। দোয়াগুলো হচ্ছে আল্লাহুম্মা আইন্না আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। আল্লাহুম্মা قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك وضعفي وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضائي. اللهم اني ضعيف فقويني واني ذليل فاعزني. اللهم فقير فارزقني. اللهم انت الاول فلا شيء قبلك وانت الاخر فلا شيء بعدك. واعوذ بك من كل دابة ناسيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب القبر وفتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا ما سأل محمد ربه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي. أسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك فواتج الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع رزقي وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محيي وفي مماتي في عملي وتقبل حسناتي. أسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم اجعل اوسع رزقك علي ذكرى كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطائي وعمدي. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون ولا يغيره الحادث حوادثه ولا يخشى الدوائر يعلم مواء إلى الجبال ومكا إلى البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظهر عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. واجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم القاك فيك. আশা করছি আপনারা উপকৃত হয়েছেন। এই হচ্ছে দোয়াগুলো, সকাল সন্ধ্যা শুনবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রুকিয়াগুলোর মাধ্যমে আপনাদের বৈধ যে কোনো দোয়াগুলোকে আল্লাহ পাক কবুল করে নেবেন। এমনি আরো আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমাদের ফেসবুক পেজের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া, আমাদের নাম দিয়ে আমাদের ছবি দিয়ে অনেকেই অনলাইনে প্রতারণা করছে। আমাদের নাম হলে ওটা কিন্তু আমার আইডি না, সাবধান। আসসালামু আলাইকুম।